السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناه الشعب شوف تي في. في هذه اللحظات فرقه مكافحه العصابات تجوب وتجول في شوارع ربع عمر وشارع محمد الخامس تامين للمحلات. يعني هذه الوقيته تم سرقه المحلات، يعني كما كتلاحظوا الجص والنبض اللي لقاو تيقلبوه. يعني اشنو واقف كدير حدا المحل؟ يعني اشنو واقف كدير حدا المحل فهاد الوقيته وفهاد الليل؟ عمليه تسمى بجس الوقائي. انت ما ساكنش هنا، اشنو تدير حدا هذا المحل؟ يعني ازقة شبه فارغة، يعني سرقوا بزاف ديال المحلات في هاد الوقيتة، والان فرقة مكافحة العصابات التابعة لولاية الامن والشرطة القضائية تجوب الازقة. هاد اللحظات كيتم تنقيط هذا الشخص من طرف فرقة مكافحة العصابات. نحاولوا ندوروا الهاتف يعني باش ما يبانوش في الملامح ديالهم. كما كنعرفوا هذه الفرقة تابعة عندهم حرفية كبيرة في هادشي ديال العصابات ديال المتسكعين في الأزقة، خصوصا هاد الأيام تسرقوا بزاف ديال المحلات. يعني كل اللي كنلاحظوهم أنهم تيديرو تمشيط للأزقة الفارغة والأزقة المتفرعة. يعني تم تنقية هذا الشخص ما لقاو عنده حتى حاجة. زوينه رئيس الفرقة ما عندوش هذاك الشاب اللي تم قتله ما عندوش باش يتسحر، اعطاه السندويش ديالو. يعني مشاهدي متتبعي قناه الشعب شوف تي في نكملوا معاهم هذه الجوله في أزقة ربع عمر وشارع محمد الخامس.
نحاولوا نبقاو بعاد عليهم شويه. هاد اللحظات كي نزلوا واحد احد السيارات في الشارع باركونا هنا تم تنبيع ديالها هنا باش تحيد من هذا الممر. الشعب شوف تي في فرقة مكافحة العصابات التابعة لولاية الأمن بعض اللحظات في الطريق ديالهم إلى درب عمر يعني درب عمر كعرف ظلام دامس. هذه اللحظات تتجه إلى درب عمر يكونوا الشاحنات مركونين في الشارع تقدر ترى موراهم شي حاجة يقدر يكون الكريساج يقدر يكون شي عصابات يوجدوا شي حاجة مهم. النقط السوداء اللي كتكون فيهم السرقة خصوصا في الاماكن ديال درب عمر خصوصا هذا الشارع اللي فيه الاشغال ديال التراموي. كنا سبقنا وصورنا عصابة خطيرة عندها كليو سوداء. يعني مشاهدين تتبع قناة الشعب شوف تي في في هذه اللحظة لا 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 هذا الشارع اللي معروف بالترامواي فيه الظلام الدامس يعني هذا الطرا شحال من حاجه كما كتلاحظوا. مشاهدي قناة الشعب شوف تي في مباشرة معكم من شارع محمد سميحة عناصر الشرطة القضائية. لا لا يعني أطلع حفظك لي باشك أماكن خطيرة درب عمر فيها ظلام يعني قدر ترى شحال من حاجة وهاد الفرقة متخصصة في العصابة التابعة لولاية الأمن التابعة للشرطة القضائية
في هذه اللحظات شارع لالا الياقوت فهو تعرف بعد اختلالات شيئا ما من السرقة من الخطف الدراجات النارية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي متتبعي قناة الشعب شوف تيفي إلى هنا ينتهي هذا البث وإلى اللقاء.